السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة اشترينا شوية حاجات للمطبخ، قلت اوريكم عشان اي ست بيت او اي عروسة داخلة على جواز تاخد فكرة. برضو دول يا بنات 3 علب تلاجة كبار، ممكن تحط فيهم جبن، او ممكن زي ما انتوا شايفين كده العلبة كبيرة خالص، اهي علبة فحلة خالص. ازاي ممكن تحط فيها اي حاجة خضار او اي حاجة في التلاجة؟ دول 3، الواحدة ب30 جنيه، كان الراجل بقول لي التلاتة ب120، وقفت الواحدة على 30، جبتهم التلاتة ب90 جنيه. زي ما انتوا شايفين علب كبيرة وجميلة جدا. العلبة كبيرة ازاي، ممكن تحط فيها دقيق، تحط فيها كمية جبنة في التلاجة. وعندنا هنا برضو 3 علب تانيين، موف شكلهم حكاية عجبوني قلت اجيبهم. وعندنا التلاتة دول كان الراجل بيقول لي ب70، جبتهم على 50 يا بنات، جبتهم ب50 جنيه. علب جميلة ازاي، وكبس تحطي الحاجة وتقفلي عليها كويس. دول 3 الكبيرة، وواحدة وسط وواحدة صغيرة خالص. دولت ممكن تحط فيهم حلاوة، تحط فيهم جبنة مربى تعمليها في البيت او اي حاجة كويسة، برضو مش وحشة. وزي ما انتوا شايفين الوانهم حكاية، زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله جمال، عجبني لونهم. وعندنا عندنا دول يا بنات بقى 4، زي ما انتوا شايفين كده 4 علب اهو. دول بقى ممكن نحط فيهم بواقي اكل في التلاجة او اي حاجة، واحلى حاجة فيهم برضو الغطا زي ما انتوا شايفين، دي اصغر واحدة حدقة جميلة ازاي صغيرة. وعندنا التانية هي، وعندنا دي التالتة اللي هي كبيرة شوية، ممكن يا بنات نحط فيهم بواقي اكل او اي حاجة. وعندنا العلبة الكبيرة، يعني ممكن عندك بواقي اكل او اي حاجة تحطها وتقفلي عليها عشان ما تلقطش اي ريحة من التلاجة. وعندنا هنا شفشق يا بنات، شايفين جميل ازاي، ده اشتريته برضو، ومعاه برضو ايه 3 كباب يا بنات، شايفينهم ما شاء الله عجبوني اوي جبتهم. ممكن تسقي العصير لاطفالك فيهم او مية، انا جبتهم عشان ابنه الصغير برضو، عشان الكباب الازاز بيكسرها، حلوة مش وحشة يعني. دول ده الشفشق ده يا بنات بالكباب جبته ب20 جنيه. وعندنا هنا مصفتين، مصفى من بتوع العصير يا بنات شايفينها، 2 جبت 2، واحدة خضرة زي ما انتوا شايفين اهي، جايبة 2، الواحدة يا بنات جايباها على 10 جنيه. وعندنا التانية هي جميلة زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، اهي جبت الاتنين ب20. وعندنا هنا دي للخضار، نحط فيها خضار او نحط فيها حاجة في التلاجة، عجبتني برضو جبت دي ب5 جنيه. حاجات بتحتاجيها كلها طبعا في المطبخ. وديت العلبة اللي قلتلكوا عليها يا بنات، علبة كبيرة وجميلة، ممكن تعيني اي حاجة فيها زي ما انتوا شايفين، الغطا بتاعها كده ما شاء الله جميلة جدا، عجبتني وعجبني ان هي كبيرة، يعني ممكن تعيني فيها اي حاجة في التلاجة وتقفلي عليه. ممكن لو عندك دقيق تحط فيها الدقيق، لو عندك مثلا سكر تعبي فيها السكر وتقفلي عليها. وزي ما انتوا شايفين يا بنات، دي الحاجات اللي انا اشتريتها النهاردة، حبيت اوريها لكم يا حبايبي عشان برضو اللي تحب تاخد فكرة. قلنا دولا الواحدة ب30، اشتريت التلاتة ب90 جنيه، ودولا يا بنات جبتهم على 50 جنيه، اللي هم البيض العاديين دول جبتهم على 50 جنيه بس جمال اوي، ممكن تحط فيهم اي اكل في التلاجة. ودولا زي ما قلنا جبناهم على 20 جنيه المصفتين، والشفشق ابو كبابي ده جبناه على 20 جنيه هو والكبابي بتوعه، والطقم الجميل العسل الموف ده جبناه على، كان بقول ب70 جبناها على 50. والمصفى زي ما قلنا المصفى دي جبناها على 5 جنيه، مش غالية يعني. وده كان الفيديو بتاعنا يا حبايبي، انا قلت اوريكم برضه عشان اللي تحب تشتري حاجة ست بيت او عروسة داخلة على جواز او اي حاجة تاخد فكرة برضه.
ولو الفيديو عجبكم دوسي لايك وشير، ولو أول مرة تشوف القناة اعمل اشتراك عشان يوصل لك كل جديد من مني للأكلات البسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.